عايزين نتخيل مع بعض ازاي ممكن يكون المستقبل بعد 20 سنة. من 20 سنة فاتوا كان معانا موبايل بنسميه بانانا وعنده اريال طويل كده وقد كف الايد بالكامل. النهاردة بعد ما كنا بنتخيل انه هنتقابل وهنتكلم صوت وصورة من يعني برغم المسافات, النهاردة ده بيتحقق. هل في 2002 كنا بنتخيل ان ده ممكن يتحقق في 2020, انه دي كانت تبقى حاجة متاحة في ايدين كل حد مننا, انه واحد في قارة امريكا يقدر يتكلم في واحد في قارة افريقيا وفي قارة استراليا في نفس الوقت وفي نفس اللحظة ويعيش معاه نفس الموقف ونعيش معاه نفس يعني الحياة اليومية اللي ممكن نشاركها عن طريق التكنولوجيا وعن طريق اللي حققته التكنولوجيا في خلال 20 سنة اللي فاتت. مشاركة كبيرة جدا وتغيير رهيب كل يومي بيحصل في حياتنا بسبب تليفون, بسبب التكنولوجيا, بسبب الاتصالات اللي بقت سهلة جدا. فاكرة جدتي كانت بتحكي لما خالي سافر انجلترا ان هي كانت بتنزل كل يوم جمعة الصبح السنترال وتستنى ساعة في السنترال عشان تعرف تتواصل مع خالي في انجلترا, يعني ساعة تستنى المكالمة وتقعد تنتظر. النهاردة احنا بنكلمه ما بيردش وهو في اخر الدنيا في قارة مختلفة, بنقول انت ازاي ما تردش على التليفون بسرعة, يعني ازاي ما انت مش موجود. يعني الحقيقة عايزين نتكلم وعايزينكم تبعتولنا وتشاركونا على صفحة التواصل الاجتماعي عندنا على الفيسبوك برنامج صباح النور. ابعتولنا انت متخيل ازاي المستقبل بعد 20 سنة. النهاردة منتدى شباب العالم بيتكلم في المواضيع دي وبيتكلم على ممكن يوصل ازاي مستقبلنا مع الروبوت في العلم. احنا بنشوف الروبوت بيدخل في كل مجالات الحياة, خصوصا كمان الطب اكثر المجالات صعوبة. النهاردة بتحصل عمليات جراحية باكملها بالروبوت في مصر وفي العالم. ازاي شايف المستقبل؟ عايزينك تبعتنا تقول لنا على صفحتنا على طول. طبعا يعني لما الواحد يفكر المستقبل ممكن يروح لفين وكمان 20 سنة ممكن يبقى شكل العالم شكله ازاي, ارجع لورا 20 سنة وشوف شكل العالم كان عامل ازاي. انا فاكر لما كنت في الجامعة واشتريت جهاز كمبيوتر, فالراجل اللي جابه قال لي هتعرف تشغله, وقلت له لا يعني افصله قبل ما تمشي, فنسي افصله فانا رحت شال الفيشة لان انا مش عارف ان انا افصل الجهاز بيتفصل ازاي. النهاردة بتلاقي بيبي صغير, مش عايز اقول طفل, يعني بيبي صغير عنده 2 سنين وماسك اليوتيوب وعمال يدوس كده ويفتح فيديوهات ويقفل فيديوهات. احنا بقينا الموبايل بالتكنولوجيا بتاعته جزء لا يتجزأ من حياتنا, جزء لا يتجزأ من حياتنا. اخر 20 سنة انا بشوف ان الموبايل هو كان عنوان رئيسي جدا للتقدم في حياتنا, من اول الموبايل ابو زراير واللي كنا بندخل عليه النغمات ده وتقعد تكتب 5-6 شباك 3-2-4 وتقعد تكتب الرموز عشان يجي لك النغمة اللي انت عاوزها, لحد ما الموبايل النهاردة بقت هو اللي بتتكلم منه صوت وصورة مع الناس, بقى هو اللي بتتابع منه الأخبار على السوشيال ميديا, بقى هو اللي بتقدر تعمل عليه كل حاجة. طب اللي جاي إيه كمان 20 سنة؟ أنا مش عايز أقول لحضراتكم كمان 20 سنة, كمان 2-3 سنين ان انت الميتافيرس اللي احنا كنا بنتكلم عليه والتقدم اللي حاصل, ومارك زكربيرج ده اللي هياخدنا لحتة تانية خالص, اللي هو انت هتبقى قاعد مع الناس اللي قاعد في امريكا, انت يقولك تعال اقعد معنا, احنا عاملين عشاء كده وعاملين موضوع, تعال اقعد معنا في تروح تلاقي نفسك قاعد معاهم وتحس بيهم, ولو قال لك شوف الاكل ده كده شم ريحته هتلاقي نفسك شامم ريحته, ولو قال لك تبلمس الاكل بايديك هتلاقي نفسك لامس الاكل بايديك من خلال التعامل مع المشاعر والتعامل مع الدماغ بتاعت الانسان من خلال جوانتي بيتم تخيلات. لما تقعد تتخيل الحقيقه انا لما بتخيل بتخض, مش ببقى مبسوط باللي هيحصل, ببقى مخضوض, ببقى خايف على اولادي اكتر, ربما انا اقدر اتحكم في نفسي لكن الجيل اللي طالع ده تقول له ازاي اتحكم في نفسك وهو طلع لقى نفسه في الميتافيرس ولقى نفسه في داخل الانترنت, فالموضوع يعني صعب جدا. لكن انا كمان عايز اطرح سؤال تاني بخلاف اللي طرحته كريستين قالت لك تتخيل ايه كمان 20 سنة. انا بقول لك بقى لو الروبوت بقى أساسي في حياتنا, النهاردة في منتدى شباب العالم الروبوت بقى موجود, اللي عايز مش عارف عايز كمامة يجيبها له الروبوت, اللي عايز مش عارف ايه يجيبه له الروبوت, لو انت هتجيب روبوت في البيت عشان يساعدك تفتكر يساعدك في ايه؟
واحد هتجيب روبوت يساعده في الاكل والشرب، واحد هتجيب روبوت يعني يساعده ان هو يذاكر للعيال مثلا، واحد يجيب. تفتكر الدنيا ممكن توصل بينا لحد فين؟